بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. أهلا بكم أبنائي الطلاب مع مسيرة 100 فقرة من كتاب الامتحان. وصلنا بعون الله للفقرة 69، وهي فقرة بسيطة سهلة إن شاء الله، ما فيهاش ملاحظات كتيرة لكن فيها برضو بعض المراجعات المهمة. بعنوان بابا نويل، شخصية أسطورية لا وجود لها إلا في مخيلة الأطفال الذين ينتظرونه ويتوقعون زيارته. يتوقعون زيارته، طبعا هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وأنبه لو كانت زياراته يبقى منصوب بالكسرة، نخلي بالنا من جمع المؤنث. دي مفرد بس هي ملحوظة، نخلي بالنا ان جمع المؤنث بتنصب بالكسرة. يتوقعون زيارته لهم في ليلة عيد الميلاد عند المسيحيين الغربيين، فيعدون له الأحذية والجوارب ليملأها لهم بالهدايا واللعب، ويتصوره الأطفال في شكل رجل عجوز. طبعا الأطفال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ذي لحية، يعني اطمئنك كده ان اللي بعد ذو او ذي او ذات بيعرب مضاف اليه. عيلة ذو دي سواء مفرد او جمع، يعني ساعات تيجي ذو يعني اصحاب، وذوي برضو بمعنى اصحاب بس في حالة النصب او الجر، وساعات تيجي ذو بمعنى صاحب اللي هي المفرد، وساعات تيجي ذا في حالة النصب، وتيجي ذي في حالة الجر زي ما هي قدامنا كده. في كل الحالات اللي قلتها دي سواء مفرد او جمع بيجي بعدها على طول مضاف اليه، فهي تفتقد لمضاف اليه، عشان كده لا يكمل معناها الا بذكر المضاف اليه، فعش اقول ذو واسكت. يبقى لحية هنا مضاف اليه مجرور علامة جره الكسرة. وهذه الشخصية الاسطورية مستوحاة من حياة القديس نيقولا. طبعا كلمة الاسطورية هنا نعت الكلمة الشخصية، والشخصية تبقى بدل، والبدل هنا مرفوع لان كلمة هذه مرفوعة او في محل رفع يعني. يبقى إذن كلمة الأسطورية نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. السؤال بقى بيقول لي استخرج من الفقرة مضارعا مرفوعا بعلامة فرعية وحدده. طبعا مرفوع بعلامة فرعية أذكرك، كل رفع يتم بغير الضمة، وكل نصب يتم بغير الفتحة، وكل جر يتم بغير الكسرة، وكل جزم يتم بغير السكون. دي اسمها علامات فرعية سواء بقى في اسم أو فعل. يعني كلمة يتوقعون دي لما اجي اعربها لقاها مرفوع بثبوت النون، يبقى إذن هي علامة فرعية. كلمة هنا فيعدون برضو على إيه مرفوع بثبوت النون، يبقى علامة فرعية. يبقى أنا كده طلعت له المضارع المرفوع بعلامة فرعية وذكرت له علامة اللي هي ثبوت اللي هي شباب ثبوت النون. بدلا وبين علامة إعرابه، هتلاقي في الآخر القديس نيقولا، لأن كلمة القديس هنا تعتبر لقب، ونيقولا اسم صاحب اللقب. وإحنا ياما قلنا زمان في الفقرات السابقة إن لقب أو مهنة زائد اسم صاحبها بيبقى اسم صاحبها بدل. طب بدل ماله؟ بدل مطابق. بس هو ما طلبش مني هنا نوع البدل، هو طلب علامة الإعراب. يبقى أقول له كلمة نيقولا هنا بدل من القديس. طب القديس مالها؟ القديس مضاف إليه. إذا نيقولا مالها؟ بدل مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة لأنه ممنوع من الصرف. ننتبه يا شباب عشان ما يخطفش مننا درجة ويجري، ونبقى فرحانين ان احنا عرفنا البدل وغلطنا في علامة الإعراب. ده حتى هو السؤال بص هنا ايه بقولك وبين علامة إعرابه، يبقى نقول هنا بدل مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف لأنه اسم أعجمي. طبعا اسلوب استثناء، والحقيقه مش طالب اكتر من كده، لا وجود لها الا في مخيله الاطفال. طبعا هنا اداه الاستثناء الا، وما فيش على فكره هنا يعتبر لا مستثنى ولا مستثنى منه. يعني هنا الجمله هنا غريبه شويه، ده للقصر والحصر وليس للاستثناء. يعني هنا النفي والاستثناء عملوا قصر وليس استثناء، بس هو ما فيش غيره طبعا هنا اللي هو الاداه اللي هو عايزها او الاستثناء اللي هو عايزه، ملوش اداه الا. اسم لا فعل الجنس واعربه، طبعا كلمه وجود، واسم لا مفرد مبني على الفتح. السؤال جه بيقول لي انتظر الاطفال بابا نويل، ابن الفعل في هذه الجمله للمجهول وحدد نائب الفعل. يبقى هنا ينتظر بابا نويل، يبقى نشيل الاطفال
ونغير من شكل الفعل لو مضارع نعمله يفعل، يعني نضم أوله ونفتح ما قبل آخره، ولو ماضي نضم أوله ونفتح أو نكسر ما قبل آخره. يبقى هنا عشان مضارع هنقول إيه؟ ينتظر، ونشيل الفاعل ونجيب المفعول به إذا وجد مكان الفاعل، ونغير إذا ينفع نغير من شكله. يعني لو قلت مثلا يعاقب المعلم المقصرين وقلت لك ابن الجملة المجهول، هتبقى يعاقب ونشيل المعلم تبقى المقصرون، لأن كانت المقصرين مفعول به فواخد شكل النصب. لما هحولها من خانة المفعول به لخانة نائب الفاعل شكلها هيتغير، فهتبقى مرفوعة طبعا. فلكن هنا كلمة بابا أنا مش هقدر أغير فيها حاجة، لأنها أصلا مش هيظهر عليها أي علامة، فحتى لو جيت عاربها أقول نائب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة. فلذلك ينتظر بابا نويل. بقول لي امدح شخصية بابا نويل في جملة من تعبيرك. أقول له حبذا شخصية بابا نويل، أو نعمة الشخصية شخصية بابا نويل. ياريت يا جماعة ما نتسرعش ونعملها على طول نعمة شخصية بابا نويل، لا، احنا لما بنمدح حاجة بنعمة لابد أن نأتي بكلمة فاصلة بعد نعمة. نعمة بتجيش لوحدها، نعمة يتيجي معاها فاعل، يتيجي معاها تمييز، ويبقى الفاعل مستتر. يعني لازم أقول نعمة الشخصية شخصية بابا نويل، نعمة مثلا الرجل شخصية بابا نويل، نعمة شخصية شخصية بابا نويل، وهكذا شبه. يبقى هنا في جملة من تعبيرك مدحتها بحبذا أو بنعمة، ونخلي بالنا من حكاية نعمة دي. اكشف في معجمك عن كلمة مستوحاة، هنبحث عنها في ايه شباب؟ في وحياء باب الواو فصل الحاء ثم الياء. وزي ما قلت لكم فقرة كانت فقرة بسيطة وسريعة، وبكده الفقرة 69 تكون تمت بحمد الله.